من بعد ما نحطوا الأمراء بالسجن صارت فوراً هاي المصايب. برأيك مو غريب هذا الشيء يا كمال كيتش؟ شو القصة؟ شايفك أنت كمان عم تشك بالسلطانة قسيم. لا حاشا، أنا بس صار عندي فضول. يعني بالنهاية شو حجم قوة السلطانة قل بهار؟ وشلون قدرت تعمل هيك وهي موجودة بالسجن؟ اللي عمل هيك طبيعي يكون له مصلحة بالشي اللي صار، وبالنتيجة انت كمان بتطلع مستفيد. مستفيد؟ طبعا، وقت أقرب شخص لمولانا يروح هيك فجأة من طريقك رح تكون مستفيد. معناته إذا أخذنا بوجهة نظرك فأنت أكثر حدا ممكن يستفيد. دستور مولانا السلطان مراد خان المعصم. البقية بحياتكم يا مولاي. الله يرحمه. الله يسامحكم. الله يسامحكم. الله يرحمه ويغفر له. آمين. مثل ما كلكم بتعرفوا، الاستمرار أساس الدولة العلية، ولهيك أخذت قرارات جديدة. بيرم باشا، من اليوم أنت وزير الثاني بدل المرحوم مصطفى. أنا بخدمتك يا مولاي. مولاي، من اليوم انت وزير الثالث. ومنصب قائد البحرية اللي صار شاغر هلا بيشغله كمال كيتش آغا بدل منصبه. مولاي، غمرتوني بكرمكن ولطفكن يا مولاي. إن شاء الله بكون عند حسن ظنكن. إن شاء الله فيكن تمشوا إذا ما كان في شي تاني. على بركة الله وبتوفيق منه نفتتح الديوان. بيرم باشا، في عنا كتير مواضيع رح نتناقش فيها، بس بالأول رح أحكي عن الشيء الأهم. مثل ما بيعرفوا الكل، من سنتين فتحنا قلعة ريفان وكان نصر مظفر، بس للأسف وقبل ما تمر سنة الشاه صافي رجع واحتل. لهيك عطيت أوامري للعسكر بالتحضير لحملة جديدة. التحضيرات لحملة ريفان شبه جاهزة يا مولاي السلطان. حملتنا مو على ريفان يا باشا، حملتنا رح تكون على بغداد، وإذا الله راد حتكون خطتنا محكمة لحتى نسترجعها. هالمدينة اللي فتحها العظماء أجدادي بنظري مسألة حياة أو موت.
أقسم بالله العظيم وإنتوا شاهدين على يميني، يا رح أرجع بمفتاحها يا أما رح أستشهد على أبوابها.